بسم الله الرحمن الرحيم. دي برضو حالة يعني وشنج ان تكون يعني اوف فاليو في الديلي براكتس بتاعنا. هالعين هو ده نون سيروتيك بيشن جاي يعمل ترايفيزيك سي سكان طبعا فور تشيكينج ليفر اني سوبر ليفر ليجن طبعا اتش سي سي كما هو معروف في حالات السيروزس. فكان يعني الليفر كان سيروتيك بس ما فيهوش فوكال ليجن, ما كانش ده الايرا اوف انترست بتاعنا. كان في بس اديشنال فايندينجز عندنا زي هيرني هنا بر امبلاك الانتيريو ابدومينال فيشل ديفكت زي ما احنا شايفين فيها اومنتال هيرنيا. تمام, لما ننزل بقى تحت دي بقى اور سبجكت اوف انترست البلادر. اليونير بلادر فيها انتيريور وول دايفرتيكولوم going up to the umbilicus اللي احنا عارفينها اليوريكس ان فيها بيتنت يوريكال دايفرتيكولوم. تمام, واحنا عارفين اليوريكس دايفرتيكولوم ده ريمنت من الانتوين اللي هو بيحصل له obliteration في الايرلي في الليت امبريونيك لايف. وهنا زي ما احنا شايفين ان هي مكمله من البلادر لغايه almost near by the anterior abdominal wall بس ما لهاش external opening عشان كده دي diverticulum ما هياش فيستولا. لا احنا عارفين طبعا لو كانت ال 3 types بتوعها لو كانت فيها 2 openings تبقى فيستولا, لو فيها 1 opening من ناحيه البلادر بس تبقى diverticulum, لو فيها 1 opening من ناحيه السكن وكلوزد من ناحيه البلادر بتبقى sinus. تمام, بس ناخد بالنا بقى الحاجه المهمه ان اليوريكاس دي نفسها فيها سوفت تيشو ماس يعني اللونج تراك بتاع اللونج تراك بتاع اليوريكاس ده زي ما احنا شايفين فيها سوفت تيشو ماس. السوفت تيشو ماس ده او الانيولار ماس اللي فيها ده طبعا او ده موست لايكلي يعني لو احنا طبعا طلبنا له البايوبسي طبعا معروف ان هي بيجي فيها اون توب الموست كومنلي ادينوكارسينوما. الادينوكارسينوما اوف ذا يوريكاس دي وان اوف ذا كومبليكيشن اوف ذا بيتنت يوريكاس. بس يعني جاست ايه تو في زي انجوينال هرنيا كمان بس يعني البيتنت يوريكاس ويز سوبر ادد تيومر من الحاجات النون يعني كومبليكيشنز للامبريونيك انوماليتي. شكرا.